مرة كاهن كان عامل إشكال كبير، والبابا كيرلس قال له إيه؟ تعالى ساعدني في البطرخانة، سيب كنيستك. طبعا هو نوع من التأديب، بس جابها له بشياكة، تعالى اخدم معايا في البطرخانة القديمة عشان يسيب كنيسته شوية. المهم جم ناس ظاطوا في البطرخانة وعاملين هيصة وعمالين يزعقوا في البابا كيرلس، وتكررت كذا مرة. وبعدين ابونا رفائيل بيحكي ايام ما كان تلميذه لسه، كان بيجي له واحد راجل كبير في السن طيب كده، ساعات ايه يسلم عليه، وكان صديق البابا من زمان فكان يشرب معاه القهوه. فحضر كذا مره من المواقف اللي من النوع ده، فقال له يا سيدنا ما ترجع الكاهن ده لشعبه وتخلص من الزيطه دي. قام البابا كيرلس بص له كده وكشر وقال له يعني يا اخويا انت كنت عارف هو عمل ايه؟ وابونا رفائيل يقول ساعتها وشه كشر جدا زي اللي ندم جدا انه قال الجملة دي، وساب القهوة ودخل قفل على نفسه 3 أيام في القلاية يبكي على ازاي ينطق ويقول الجملة دي. هو مالش حاجة، هو قال ايه؟ هو انت عارف ده عمل ايه؟ شوفوا النقاوة، مجرد لمح ان هذا الكاهن ليس بريء، ضميره تعبه جدا. طب ما هو عمال يتشتم كبطرك وبيتقال عليه انت ظالم، والشعب السوري المغفل اللي عمال يتكلم، والبابا يتشتم ويسكت عادي. ليه؟ لان في الاخر ده ابنه، زي داود وابشالوم. ابشالوم طالع قدام الناس، داود هو اللي ظلمه، داود يقدر يقول لهم ابشالوم وحش ابنه. ويوم ما ابشالوم هلك كان اللي قلبه محروق كان داود برضه، لكن أبشالوم غلطان من راسه لرجليه. الأبوة مكلفة يا أحبائي، الأبوة مكلفة، وأمومة الكنيسة مش حاجة سهلة.